السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في ليدل، واليوم جيت لجهه نتاع المنتوجات الغذائيه، ودابا جابوا لينا المنتوجات الغذائيه نتاع اليونان. بقاو معايا. اول حاجه غادي نمدحها لكم هي غادي نحاول نشد هنا، هي البقلاوه نتاع اليونان. هذه نشوف كاين فيها شي اختلاف، لا غير هكا وصافي، كاينه هكا. شوف هادي واش بحال. المهم كاينه هاد البقلاوه اللي الثمن ديالها 3.79 أورو، كاينه هادي اللي هي مختلفه، هادي كتجي مقطعه، هادي فيها الكركاع مع القرفه، كاين بيناتهم الاختلافات بنفس الثمن. هادو هاد راهما المعسلات اللي هي كتجي معسله بالسيرو ديالها، ماشي العسل، هما اكثر كيستخدموا السيرو نتاع السكر. كاينه اما هذه او لا هذه اللي حتى حنايا معروفه عندنا في المغرب وفي الدول العربيه، هذه نتاع حنا كنقولوا ليها الشبكيه نتاع البنان. هذه الثمن ديالها 2.99 أورو، وكاينه هذه النوغات مخدومه، وكاينه النوغات مخدومه بالجنجلان، كاين النكات مخدومه باللوز، ثلاثه نتاع النكهات اللي الثمن ديالهم 1.99 أورو او لا 4. راني هزيت هذه ولقيت حتى الكاوكاو، كاينه الجنجلان اللوز البيستاج والكاوكاو، 4 تاع النكهات. وكاينه هذه راهي حلوه بزاف، بحال اللي عند الاتراك، اللي مخدومه باللوز المندل، لي الثمن ديالها 1.99 أورو، يعني هذه كتحليه. وجابوا هذه حتى هذه حلوه، هذه مخدومه بالكاكاو كتحليات، لي الثمن ديالها 1.99 أورو. وكاينين هاد البسكويت اللي هي بالشكلاط هكا مع القهوه، اللي هي ما فيهاش حتى شي حاجه البنات اللي تقدروا تخافوا منها. كاينه هذه مخدومه فيها البندق داخل، الثمن ديالهم 2.49 أورو. وجابوا هادو اللي معروف عندهم عند اليونان، هذه اللي فيها الفورماج، هاد الاعواد فيها النكهه نتاع الفورماج، كاينه هذه فيها النكهه نتاع الثومه، هذه الفورماج، هذه كلاسيك اللي هي العادية. شوف الثمن ديالو 99 سنت. وشابوا حتى هما عندهم هادي، هنايا عند الألمان معروفة هاد الطفيرة، الخبز نتاع الطفيرة اللي بالبندق، اللي الثمن ديالها 2.49 أورو. وكاين عندهم حتى هاد النوغات طويله، كاين هادي نتاع اللوز اللي الثمن ديالها 69 سنت، وكاينه هادي اللي هي مخدومه بالجنجلان، الثمن ديالها بالجنجلان والعسل. وكاينين حتى هاد البسكويت، كاينه اما هذا اللي فيه الشكلاط او لا هذا اللي فيه الكوكو، الثمن ديالو 1.99 أورو. وكاين حتى هذا كثروا بزاف من النوبات، الثمن ديالو 59 سنت، اللي مخدوم باللوز. وكما كتعرفوا اليونان معروفه حتى بالزيت الزيتون والزيتون، كاينه هاد زيت الزيتون اللي فيها 500 ملل، راني انا جربت الزيتون تاع اليونان ولكن جاني من اليونان، زوين بحال زيت الزيتون تاع المغرب، الثمن ديالو 3.99 أورو. وكاينه حتى هذه زيت الزيتون اللي هي كبيره، فيها 3 لتر، ديالها 15.99 أورو. وبما اليونان معروفه بزيت الزيتون، اكيد معروفه حتى بالزيتون. هذه القرعه كبيره اللي فيها 1.6 كيلو، اللي فيها الزيتون الاخضر بالعظم، الثمن ديالها 3.99 أورو. وكاين حتى هذه الزيتون الاخضر بلا عظم اللي عامر باللوز،
كاين هذا عامر بالثومه، العشاق نتاع الثومه. هذا اللوز، نشوف واش كاين شي اختلافات. كاين غير اللوز والثومه، الثمن ديالهم اورو 49 سنت. وكاين حتى هاد الزيتون الاحمر، هذا فيه العظم، لي الثمن ديالو اورو 59 سنت. وكاينين حتى هاد الزيتون، كاين هذا اللي فيه مشرمل بالحامض وبازيليكوم، وكاين هذا الزيتون الاحمر بلا عظم، الثمن ديالو اورو 49 سنت. وجابوا هادو، انا هادو كيعجبوني هكا، لهاد الفلافل اللي كيكونوا معمرين. كاينه هذه اللي عامره بالفريش كيز، الفلفل او البابريكا الخضراء، وكاين البابريكا الحمراء. نشوف باش عامره. المهم كاينه هنايا الزرقاء، هنايا هي عامره حتى هي بالشافس كيز. وكاينه هذه البابريكا الحمراء اللي حتى هي عامره بالفريش كيز، الثمن ديالهم اورو 99 سنت. وكاينين حتى التوابل نتاع اليونان، كاين الاختلاط، كاين هذا هكا المشاوي، كاين هذه تصلح لدوك الياغورت، الدجاج، وحتى الكغيل لي الثمن ديالهم 55 سنت. وكاينين حتى هادو، هادو مكتوب هنايا راه هو تون فيش، ولكن انا كيبان ليا بحال كراميل لي مرقد في زيت الزيتون. كاين هذا حتى هو مكتوب هنا راه هو تون فيش، هذا مرقد في الزيت العاديه وشويه حار، الثمن ديالهم بحال بحال 2 اورو 99 سنت. وكاين عندهم حتى هذا لسان الطير اللي فيه 500 غرام، الثمن ديالو 79 سنت. وكاين عندهم هاد الشيء، حنايا الا بغينا اللوبيا كنديروها، ماشي غادي نشيوها بحال هكا علب، اللوبيا البيضاء اللي هي مع الماتيشه، الثمن ديالها اورو 49 سنت. ودابا جيت لكم الجهه نتاع المجمد، هادو اللي عامرين بالفورماج بلاتا تايك المورق، اللي الثمن ديالو 2 اورو 99 سنت، اللي فيه كيلو. وكاين هذا، المهم غادي نوري لكم حاجه اللي هي حلال، حيت كاين اللي عامرين بالكفته، كاينين هادو اللي عامرين بالفرماج، هاد الشنك بالفرماج ديالو 2 اورو 99 سنت. وكاين عندهم حتى هادو، هادو انا جربتهم حيت ماشي اول مره كيدخلوا الحاجه نتاع اليونان، مره مره كل شهرين 3 شهور كيرجعوا نفس المنتوجات. كنت جربت هذا تاع الفرماج، يا سلام، هذا عامر بالفورماج اللي كتجي هكا دائريه كبيره، او لا المحنشه. كاينه هاتي، وكاينه هذه اللي عامره السبانخ شبينات، دي اللي فيها الشبينات والفورماج، الثمن ديالو 2 اورو 99 سنت، واللي فيها غير الفورماج باورو 99 سنت. واما في الجهه نتاع الثلاجه العاديه، كاينين هادو حتى هادو زوينين، اللي فيهم هكا ميكس الحمراء والخضراء بالفريش كيزو والزيتون مشرمر الياغورت، الثمن ديال 3 اورو و49 سنت. وكاينه حتى حاجه كدير فيها الخبز، حيت فيها الفريش مع الزيتون مع التوابل، الثمن ديالها اورو و 79 سنت. وكاين هذه، هذه كاينه اما الزيتون عامر بالفريش كيز، اولا البابريكا حتى هي عامره بالفريش كيز، الثمن ديالهم اورو و 99 سنت. وكاين عندهم حتى هذا الفورماج اللي معروف عند اليونان، الثمن ديالو 3 اورو 99 سنت. وكاين هادو، هاد الفورماج ب 3 اورو و 49 سنت. وكاينين حتى
حتى هاد الفريش كيزر اللي فيه الخيار، وكاين هذا اللي فيه الزيتون اللي هو مجفف مع المطيشة. الثمن ديالو €39، وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم ليدل في المنتوجات الغذائية. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.